ولكن الان باغي فاس تعطي الصوت ديالها لمن يستحق. الا كان شي واحد افضل واحسن ما تبقاش فيها، ولكن لما كان شي واحد اللي عنده ما عندوش التجربه المتواضعه ديال هذا العرض الضعيف، انه خدم قائد وقائد ممتاز وعامل ووالي ومدير حي جامعي ومكلف بمهمه خارج الوطن ويكون قاطن فاس شرط. غني عن التعريف. لا لا خلي ما كيعرفوش، راه جارنا. أمينة 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 شخص يكون عنده تجربه وعنده درايته بالاداره المغربيه اللي يمكن يعاون هذه المدينه اللي تقهرت واللي كانت في المرتبه الثانيه اقتصاديا وصناعيا كانت في المرتبه العاشره. هذا الشيء غير معقول، وهذا هو اللي كان انا ابن هذه المدينه وتربيت فيها منذ الطفوله، بغيت باش ننهي حياتي كخادم لهذه المدينه التي اغار عليها واحبها من قبل. نطلع ان شاء الله. انا كنقترح نفسي عليكم كإطار سابق لوزارة الداخلية والإدارة الترابية بتجربتي المتواضعة على بيتي ونعاون هذه المدينة ونوقفوا معها. أنا ابن هذه المدينة وتربيت فيها، أنا الأصل من القرية ولكن دخلت فيها في الستينات. نعم إيوا الحمد لله. أهلا 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 انتم الان الحمد لله السفراء ديال هذا العبد الضعيف والبلاد، باش هذه المدينه ماشي فيها دخلنا لهذه المدينه صغار وتربينا فيها وعطاتنا من خيراتها، بغيت نردها شي شويه من الخير اللي عطاتنا. الله يبارك فيكم. وهذا هدف الجميع اللي كان الشيء وهذه المدينه كلها مغاربه. ياك علاش غنتحداو؟ ما نقولك علاش. الشارع هذه القضيه ديال سياسه القرب في البرلمان وكيفاش يكون عنده اشعاع وتواصل مع المواطن. الله يسعدك. وثانيا مديناهم تماما. ولكن شي واحد تجربه شوف نتحدى شي واحد يحسبني اللي يسرق درهم واحد. النهار اللي الوالد راهم كيعرفوه هنا، النهار اللي طلعت قايد ذبح ودار لي الطلبه وقال لي عاهدني قدام الطلبه قبل ما يهزوا الفاتحه، قول لي عبد الله عمرك ما تدير رزق شي حد ولا تتعدى شي على شي حد، وعاهدوك وعاهد الله. ولهذا انا كنقول لك علاش احزاب سياسيه؟ لان الاختيار حنا مسؤولين. راه هذا الشيء اللي كتقول صحيح، لانه ملي كتختار واحد ما فاهم مواد كيجي ويعطيك بظهرو او كيمشي بوشكاره يشري اصوات، وغدا ملي كيجي عنده مواطن تيقول له شو الله يخليك ياك بعثي لي صوتك وتستنى حمله انتخابيه اخرى نصوت عليك انا نخلص. كيفاش بغيتي هاد الناس غادي يخدم؟ كيمشي في حاله وكيتخبع من وراء انا برلماني اشوف مع الجامعات المحليه. لا انت عندك الوسائل باش كتراقب الحكومه كتقول لها في المحل فلان الفلاني، ما عندكش اللي كيقوم بالواجب وهالمشاكل هالمشاكل هالمشاكل، تمشي عند وزير الداخليه ولا عند المجلس على الحسابات تقول له بغينا المراقبه ديال هذا المجلس كيفاش كيتمشى وكيفاش كيمشي. المجتمع المدني يا استاذ انت دابا جبتيني المجتمع المدني في الدستور الان عنده الحق باش يقترح القوانين، انت كمواطن عندك الحق باش في الدستور تمشي تقترح القوانين ديالك. المجتمع المدني كله كان منظم، اذا المغرب غادي كيتقدم باش بغينا نتقدم.
الا ما فهمتيش حقوقي وواجباتي ولا ما فهمتش حقوقي وواجباتي. ولهذا اتمنى بان الله سبحانه وتعالى يعطينا اللي فيه الخير. يا فاطمه انا سيدي توفي يا سيدي ولا ما كانش الخير جليس يا ود الحال ودوين حاجه دوين انا وياك انا ودوين خاصه جديد الشمالي اسير مساء سعيد عفوا السلام عليكم السلام عليكم سيدي السلام عليكم مولاي صوتنا على السهميمي السهميمي شوف بخير السهميمي اللي غنقول لك التواصل مع المواطنين الى بل كل شيء افضل واحسن ما تبقاش ما تبقاش غير ما تصوتوش شي واحد اقل منه ثانيا يكون ساكن في فاس ومتفرغ للعمليه البرلمانيه ويكون راجل عنده كفاءه وعلم وعنده شيء. شكرا لكم شكرا لكم داونا كامل ان شاء الله احنا كنقول لكم شوفوا لي وجهي الله فيهم عارفين انا ما عندي من السلام عليكم بخير سيدي لاباس عليكم اخبارك انت انسى تعرفني زمان غيرك ولكن الشخص انا هذه المدينه ربيت فيها وفرنا الشطه وصراحه رجعنا مازال العلامات ديالي فيها بغيت هذه المدينه نفرض حياتي فيها ونخدمها الى عاونتوني اذا السبله تناديكم وتقول لكم اميمي بين ظهرانكم شكرا بارك الله فيكم السلام عليكم سيدي لاباس عليكم
دينا بزاف ديال الخير Yeah, no, no, she had the problem. I'm not going to be able to do it.